أقيم مؤخرا المؤتمر الصحفي لمسلسل خط ساخن بحضور فريق العمل وتكلموا عن فكرة المسلسل وأحداثه. كاميرا الجولة الفنية كانت هناك، وفي البداية قابلنا مخرج المسلسل حسني صالح. تعالوا نشوف هيقول لنا إيه. أنا بعمل مسلسل اجتماعي خالي من السياسة، خالي من أي حاجة بين السطور، مسلسل بسيط اجتماعي ولكن بيهم كل بيت. الحياة الأسرية، العلاقات الأسرية ما بين الأب والابنة وأختها والأب وولاده، وتشابكات في الـ الـ يعني أغراض الحياة ومتطلباتها اللي بتخلي في دايما صراع بيبقى حول السلطة وحول المال. ومسلسل معمول واقعي، يعني من الكتابات الواقعية اللي هي خالية من الفانتازيا، خالية من الخيال، حاجات بسيطة خالص حقيقية إن شاء الله هتمس في كل بيت، ويا رب يبقى حاجة على مستوى الحاجات اللي ترضي ذوق الجمهور عموما. احنا معانا كوكبة من النجوم كبيرة، وكلهم من النوع عمالقة الفن في التمثيل، يعني سلافة وخرجي، الأستاذ حسين فهمي، صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، وسهر الصايغ، والأستاذة سميرة عبد العزيز، ومحمود الجابري، ومحمود حافظ، ومعنا نجوم كتير أنا أخشى أنسى حد منهم. مؤلفة الأول مرة فوزية حسين، مغربية الأصل عايشة في فرنسا ودرس سينما في فرنسا، خريجة مدرسة السمعيات والبصريات قسم السيناريو وإخراج، وحازت على جوائز أفلام قصيرة من إخراجها، جوائز دولية كتير أوي. ليها تكنيك في الكتابة يجوز مختلف أو جديد شوية علينا، ده هيكون عنصر من عناصر المفاجأة الكويسة إن شاء الله، لأن حاجة أنا بقراها متمتع بيها بشكل كبير يعني.